نعود بذاكرتكم إلى الوراء قليلاً لنتذكر المشاهد القاسية لعائلة بولعينين من ولاية سكيكدا، مكونة من 7 أفراد يعيشون فقراً لا يوصف وسط هذه الخردوات والأثاث القديم، يفترشون الأرض في غياب الأفرشة والأغطية. منحتهم الدولة إعانة مالية في إطار الدعم المقدم للبناء الريفي، استكملوا المبلغ الممنوح من الدولة وبقيت هذه الجدران عارية والمنزل غير مكتمل في غياب أبسط ضروريات الحياة الكريمة. يخص كلش والله، كلش وكلش ها والله. الأولاد هذو اللي دخلوني باتوا في الأرض هك، لا السرير اللي تشوفوها وشفتيه، الكنبيات اللي شفتيه ما أنت تشوفيه، الحمد لله يا رب. بعد بث هذه الحالة الإنسانية عبر برنامج وافعلوا الخير، تهاطلت المكالمات الهاتفية للوقوف مع العائلة وتقديم يد العون لها. راني عاقل، كنت حالة كارثية. كنت احكي لنا شوية كي كنت. ما وش غير كارثية برك. كنت كنا يقولوا باني بصح انا ما بانيش البرا، كنت تعرف الدار كاملة باني غير التور اللي برا، وداير البيبان هادو البرا على الهوا باش ما يدخلش الأولاد. سيت عندك 5 وليدات؟ 5 وليدات. كي كانوا كي كنتوا عايشين؟ كي يرقدوا كي ينوضوا كي يقروا؟ كي يرقدوا ولا انا عينا نبدلوا من هنا لهنا، من هنا لهنا. كانت القطره تهبط تدخل مع البريك، ما نلبسش تسمى، نباتوا الرحل في الدريد. سبحان الله. وكنت قانط؟ ما كانش قاعد تبالك هكا بلي غادي يجي نهار حياتك تبدل؟ والله ما فكرت في هذه كاع، وما على بالي فيها يعني، وجامي فكرت في هذه بلي نوصل الوصله هذه ونخدم الدار نتاعي هذه هكا ونعود كما يقولوا كما الناس، ويكثر خير الناس ويكثر خير اللي قف معنا وعاوننا بالدراهم بيدو لباب هدره، لباب هدره كي يعاوننا خير من الدراهم. دوك نعاود نرجع لك ان شاء الله، تعطي لي الحاجه الميكروفون، دوك نعاود نرجع لك ان شاء الله. اول بنت تفضلي، بنتنا تفضلي، اعطي السلام عليكم اختنا الكريمه. عليكم السلام. ربي يفرحك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. احنا ملي دخلنا عندك وانت مبتسمه الحمد لله رب العالمين. بغيت غير نعرف في ديك الظروف اللي كنتوا تعيشوا فيها، كي كنتوا حاسين واش كان عندكم لافونير، يعني كي كنتوا تشوفوا المستقبل تاعكم بصراحه؟ نفسيا تكون محطم، نفسيا تكون شغل ما عندكش كامل نفسيه هكا، شغل ما نكذبش عليك، كارثه لداخل ما تقدرش إيمالح. تحس روحك من نفسيه تحس روحك مريض كامل الامراض العضويه، تحس تعب عيان ما تقدرش كامل تفكر تحوس على حل ما كاش هكا. شغل انت تعرف الوضع تاعك ديجا، تعرف دارك، تعرف ظروفك، تعرف المدخول، تعرف كلش، تشوف بلي مستحيل، حاجه مستحيله. انا كنت نقول ديما لدارنا، نقول لهم اذا كان حنا لحقنا واش لحقنا ليه دركا تعتبر معجزه، معجزه من عند ربي. كيف جاتك فكره تاع تسجلي في البرنامج؟ تبع البرنامج، شوف ديما نتابعوه، ديما تابعي البرنامج من زمان، كامل نتابعوه. كنا كل شيء الفكره اللي ديتي على البرنامج كنتي تتابعيه، كي بالك نتابعوه. بعد خطره كنت مريحه مع بابا هكا مقصر، قلت له اش رايك بابا نتصل بهم، انا شغل تستيتو شفت ردت فعله اسكو يقبل ولا ما يقبلش، وانا كنت نخطط. من بعد قلت قال لي ماذا بينا توصل ليهم انت. ومن بعد انا كي كونفيرميت من جهه بابا باللي خلاص راهو ما يرفضش هذه الاعلان. المهم ومن بعد انا دخلت فيسبوك، من بعد هي ما نسيت الحكايه، ما نكذبش اللي كنت ندير فيها ونسيتها، شغل فاقده الامل هاي حاجه برك. من بعد شويه بعثت لي، لقيت الميساج في الفيسبوك قالت لي القضيه تاعكم رانا ندرسوا فيها.
الله يبارك، ما نكذبش عليك. شوف في هذيك اللحظه باش درت انا سجود الشكر، بسم الله الحمد لله. بعد شويه زاد عيط لي المراسل تاعكم، قال لي راني جاي هكا هكا، مرحبا بك وجينا الحمد لله. هذه العائلة لم تكن تصدق يوما أنها ستعانق الحلم، تحقق بفضل الله وبفضل عطاءات أهل البر والإحسان. تشكر الجميع هذه العائلة على الهبة التضامنية وتقول: نشوف ونفرح، ونفرح لحياة ولادي، وندعي لكم، والله اللي هدر لبغى هدر، مش يحتاج يخدم، مش يحتاج يمد لبغى هدرة. اذا فرحتي بدي تشوفي وليداتك في دارهم يريحوا مليح يرقدوا مليح؟ فرحتي يريحوا مليح، ودرك هما كيكبروا ما ينطوش يخدموا على الدار، ينطوا شغل يحوسوا على مستقبلهم، مش يكون دقه نطقه والدار هكا مدري يتعقدوا. هذا خير درتي واه في خمسه من العيله، في سبعه من العيله درتي واه، في سبعه. تفضلي بتكلمي، تفضلي اعطيها. في سبعه من العيله درتي. تفضلي ماذا بيا واش تقولي لهاد الناس هادو اللي ساعدوكم عن طريق وفعلوا الخير، ولا الناس اللي الجمعيه اللي جاتكم، واش تقولي لهم؟ ولا واش حسيتي لما الناس راه دير الخير؟ مازال الخير في البلاد تاعنا. شوف كيما كان بابا يجي شغل تقولوا لنا انتم هاي اعانه، شغل يا ربي لو كان انا في بلاصتهم هادو الناس، كون غير جيت في بلاصتهم واحد الاحساس ما نكذبش عليك تغير منهم الشغل. هذيك الغيره تاع المعانده هذيك تحب تلحق، كون غير جيت في بلاصتهم انت انا باسكو انا عشت الفرحه شغل على بالي واش الاحساس تاعي انا كيف يفرحوني. الان اعطي الحاجه تدعي لنا برك للناس هادو اللي ادعي 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 رفدي عيني كيما تحبي كيما تحبي. قلت لكم ندعي مش كتر خيره كتر خيره، والله غير هز معنا مسؤوليه كبيره على بالك. كاف هذا كنت الحناش حناش الحنش قدامها نحيناه منه في القصب هذاك الحنش. ها هو كي جا مسكين شافوا نحالنا حناش قيناه في كاف هذاك، والله نخدم مسكين فوق عقتيقته وجره وعيه وتعب. كتر خيره والله ندعي له، والله ندعي للغاشي كل. وما نسيت كيف قلت لك النهار نموت عاكي نموت عاكي ندعي له، ماشي دوك يعني كبروا دوك يفرج ربي دريوات ونسحم ربي والله ما سبدني بس علي دوك يعني ربي سبحانه. بصح نقعد ندعي نموت. كاينين الجيران اللي حدانا ما نكذبش، كاينين كي مرطنا مدون دراهم باش داويت ماشي، وكاين قلت لك ديك الخطره هذوك كيفاش جاو راحوا تغارموا هك ولاد لمو قلت لك ولاو راحوا. بصح كثر ندعي لهم جميع من دار قد هك ندعي له. مؤسسة الشروق الخيرية نسقت مع جمعية الخوارزمية المحلية الناشطة بولاية سكيكدا رافقت هذه الحالة، وهي مستعدة لبذل المزيد عبر التعاون مع مؤسسة الشروق الخيرية لمسح الغبن عن العائلات المحرومة الأخرى. في بداية الأمر انصدمت لما جيت شفت الحالة المزرية قبل ما تتم العملية، وبعد ما تمت العملية الحمد لله والله لا أخفي عليكم يعني السعادة تاعي سعادة تغمرني وكبيرة إن شاء الله جدا. نشكر جمعية حصة وفعل الخير التابعة لمؤسسة الشروق على المجهودات الجبارة اللي تقدمها في الميدان، يعني شهادة لله وفي سبيل الله، وإسعاد العائلات وإفراحها، وكذلك فتح الأمل والأفاق تاع الحياة للأسر هذه. هكذا غيرتم يا أوفياء برنامج وافعلوا الخير الكثير في حياة هذه العائلة، وأدخلتم الفرحة على قلوب أفرادها. دمتم للخير عنوان بارز في حياة الضعفاء وشركاء البرنامج بامتياز.